مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنتكلم عن الفنان ياسر جلال، وهنعرف أول رد فعل وتعليق من الرئيس السيسي على أداء ياسر جلال وتجسيده لشخصية السيسي في مسلسل الاختيار الجزء الثالث. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو، بس بعد الفاصل. حظى الفنان ياسر جلال بإشادات ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بعد ظهوره في أول حلقات مسلسل الاختيار 3 وهو بيقدم شخصية الرئيس السيسي في الفترة اللي عين فيها وزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة، وكان في وجود الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان سنة 2012. وعبر كتير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بنجاح ياسر جلال في تقمص شخصية الرئيس السيسي على مستوى الحركة والصوت، ووصفوا البعض بأنه صاحب أداء احترافي. وقالت مصادر مقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الرئيس عجبه جدا العمل الدرامي الاختيار 3 والدور اللي قدمه ياسر جلال، وإنه اتفاجئ من اللي قدمه. وقال واحد من المتابعين إن الأداء الصوتي لياسر جلال في المسلسل اختيار 3 بيدي إيحاء من أول مشهد إن الرئيس السيسي هو اللي بيمثل بنفسه. وقال واحد تاني ياسر جلال ده فظيع، جايب السيسي بالظبط لدرجة انه شبه الرئيس اكتر منه، برافو بجد. وعبر واحد تاني من المتابعين عن سعادته بالمستوى اللي ظهر عليه ياسر جلال في الاختيار 3 بتقديمه لدور الرئيس السيسي، وقال هو ازاي ياسر جلال جاب طبقة الصوت كده، بداية مبشرة بالعظمة. وأبدى واحد تاني إعجابه الشديد بأداء وظهور ياسر جلال، وإن الدور ده هو الأهم والأبرز على مدار مسيرته الفنية كلها، وقال ياسر جلال إيه العظمة دي، شهادة امتياز من أول لقطة، صوت وصورة لحبيبنا المشير عبد الفتاح السيسي. وقال واحد تاني من المتابعين ياسر جلال عامل شخصية السيسي مش ممكن، ايه الشبه ده، حتى نبرة الصوت، برافو. ومسلسل الاختيار 3 من بطولة احمد عز وكريم عبد العزيز واحمد السقا وخالد الصاوي وياسر جلال، والمسلسل من تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي. فيديو حكاية النهاردة خلص، بس لسه حكايتنا مخلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو اول مرة بتشوفنا، علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.